أكد أبو شعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن نسبة الإقبال على مباراة ولوج مهنة العدول من طرف النساء كانت كبيرة جدا، حيث بلغت 40%، أي ما يعادل 7642 مرشحة، اعتبارا لكونها تأتي بعد فتح باب ولوج هذه المهنة لأول مرة أمام المغربيات. وكان الملك محمد السادس قد رخص في ممارسة المرأة لخطة العدالة وكلف وزير العدل بالإشراف على ذلك. بعد ما جاء البلاغ ديال صاحب الجلالة اللي سمح للمرأة بالولوج لخطة العدالة اللي كانت تتميز بطبيعة الحال بالذكورية قبل، تعلنات واحد المباراة طبعا الحال عناتها وزارة العدل بمعية الهيئة الوطنية للعدول، والمباراة كان التاريخ ديالها اللي تعقد هو البارحة 6/5/2018. المباراة بطبعا الحال كانت فيها واحد نسبة كبيرة ديال الجانب الأنوثي اللي هو 40% و60% ديال الذكور، تقدمت 18948 متباري.